بنحييكم على شاشة تلفزيون لبنان ونحنكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. مثل ما بتعرفوا يلي كانوا عم يحضرونا امبارح، اليوم عنا الجاليت دو روا. والجاليت دو روا اصولا هي بدها عجينة الميلفوي او الباستري شيف، وهيدي بدها وقت لتتحضر، يعني بدها العجينة 6 ادوار، وكل دور بين دور والتاني اقل شي ساعة، تاخد وقت، يعني قطعنا ب6 ساعات لنقدر نساوي الجاليت دو روا. ولكن على طول عنده الشيف أنطوان طرق جديدة سهلة لست البيت، منقدر من بعد عدة اختبارات لقيت انه عجينة فينا نسويها بالبيت ودغري نشتغل فيها ونحضر منها الجاليت دو روا. الجاليت دو روا في عندي 3 حشوات اليوم عملكن صنف جديد بالكستنا يلي اول مرة بينعمل، ودايما عبر شاشة التلفزيون لبنان هالاشياء بتشوفوها. وعندنا الجاليت دو روا العادي تبع الجوز، وعندي الجاليت دو روا مع الكريم يلي هي بقلبه، يعني الحشوات تختلف، اما العجينه هي عجينه وحده لنشتغل فيها. ودائما بالحشوات فينا نتفنن وفينا نعطي كثير اشياء لقدام، ولكن دائما منضل ضمن الاشياء يلي نحن متعودين عليها ضمن الطعمات يلي منعرفها، مش نروح لطعمات كتير ما منعرفها وتكون كتير بعيدة عن مجتمعنا والاشياء التقاليد يلي منعرفها. منطور ضمن عجاين، منطور ضمن حشوات، ولكن بضل المألوف انه هذا الشيء بس ناكله نحس انه هذا من اهل البيت، يعني كأنه شخص من اهل البيت، كأنه هالأكلة من اكلاتنا، كأنه الصنف الحلو من اصنافنا، نكلها بكل متعة وسرور وبتكون كتير منيح. برحب بست هدى، اهلا وسهلا فيك اليوم. كيفك هدى؟ كل شيء منيح؟ بدي بعد شوية قرفة منك، معلش قرفة، وبدي ولع الفرن تيحمى. الفرن لا، بدي اطحن جوز قبل، هلا لا يحمى. اوكي للجوز. اول شيء شو بدي؟ بدي للعجينة، حنعمل عجينة، بدي نص كيلو زبدة، بدي نص كيلو زبدة، وبقطعها على الزبدة بهالشكل لتطرى معي زيادة. أوقات بقول لكم أنا بدي تكون طرية، بتكونوا شايلينها من البراد قبل ساعتين، بس بهالتأس لو شلتوها هي زيتها، عشان هيك اضطريت إنه حطيتها نتفة صغيرة بفرن، دورته شوي وطفيته عشان نقدر نشتغل فيها. وأنا بدوري حطها قدامكم لأنه على التقطيع كمان ترتاح شوي الزبدة وبتصير أطرى بعملية الدعك لتصير على شكل المرهم لنعمل فيها العجين. شف نطحن الجوز لنلحق الفرن. يلا. كل الكمية. كل الكمية، بس مش كتير ناعم بدي. ايه ضربة واحدة ضربة. بهالوقت انا معلمكم كمان عشان نسوي كاستنا. بنحط على النار مقلية عتيقة شوي، مش ضروري تكون جديدة المقلية، وبشيل رأس الكستنة بعد كمان بعد شوي. يلا خلص، حطي لي اياهم بوعي غميق. هاي الكاستنا اول مره بسوي جاليت دو روا بالكاستنا. دائما وقت لنساوي الكاستنا ما مننقي وعي كتير نظيف، هلا نظيف عفوا، بس ما يكون كتير
بعده جايبينه جديد لنسوي للكستنا. مننقي دايما وعي اللي مقليك حتيقة شوي عنا بالبيت لنقدر نشتغلها فيها. هلا رح بلش بالمزج. بنجيب وعي بدي عزبك حطي لي ماي لنحط الحليبات فيهم وندوبهم. هالزبدة نزلها حاطين نص كيلو زبدة، يعني باكيتين صغار ونص باكيه صغيرة، أو في أو باكيه كبيرة ونص باكيه صغيرة، كل شخص حسب ما بده. ضيف عليهم سكر بودرة 100 جرام وبدعكن مع بعضهم. هلا اللي بحب شوي الحلو زيادة في ضيف 125 أو 150 ما بيأثر. بدعك السكر بودرة مع الزبدة مزبوط لتصير بشكل المرهم. بدي كباية ونص بس واحد ندوب فيه الحليب. ندعك لنتأكد انه ولا قلة زبدة. لا يعني على الماء، على النار، على النار. كسرون ندوبهم على النار كسرون. كباية ونص ماي بس. من بعد ما صارت الزبدة بشكل مرهم فيكم تسووها على الآلة الكهربائية، بس أنا هسوي لكم اياها قدامكم بركي مقطوعة على الكهرباء. بس منضيف الطحين وبخلي شوي للرق بدعكن معهم. اوكي بنحط الحليب بالماي. نعم ذوبيهم خليه يسخنوا ونار وسط. بعجن هالعجينة بالأول مع الزبدة مزبوط، اللي هي نص كيلو زبدة وكيلو طحين، يعني ما بتعطى له هم، نص الكمية يعني ما بتضيعه. ضيف لها برش حامض وفانيليا مع بعضهم محطوطين للعجينة. خلي شوي حامض استعملهم بغير حشوات. وبضيف عليهم بيضة. بدي عزبك تكسر او انا بكسر البيضة. هلا لانه الكمية كيلو طحين بنحط معها بيضتين، اما اذا كان عندنا نص الكمية يعني نص كيلو طحين بنحط معها بيضة وحدة. حطينا اول بيضة مزجناها، برجع ضيف بيضة تاني يلا بدي عزبك تضيفي شوي شوي ماي.
بدي مي. خلص هلا بدي اعزبك جيبي وعي شوي غمي او ها فضيهم بوعي قليل شوي نساوي هيدا بيمشي بيمشي خلص كثير كبير في اصغر شوي ماشي اوكي كسري في بيضتين كاملين كاملين هون لحشوة تاني انا اعملكم ثلاث حشوات هلا هاي حشوة تاني ومنستعمل كل بيضة وحدة حشوة مع الكستنة وحدة حشوة الكستنة مع لوز وبنرجع نستعمل جوز لوحده وجوز كمان مع الكريم انا حستعمل الكريمة سوا وبقسمها هلا حطي لي سبع ملاعق سكر كبار فانيليا برش حامض تقطيهم فوقهم شريط شريط بس احطي لي شوية مي قبل جون بعد شوي بس شاف الحليب هون لازم يغلي ولا بس شوي؟ بس شين يغلي، شين يغلي نطفي عنه. بس يغلي بنقسمه قسمين. للحليب. للحليب. وها برجع اقسمه قسمين، لأنه هذا بيجي لعندي. هاي العجينة. كتفي صغيرة لأنه بالتحت ظل في طحين ايه لازم تكون شوي رخوة هي لازم تكون شوي رخوة العجينة نتفي بعد خلص دايما العجاين مش مثل المرة الماضية كمان المدام بنصير الماي نضيفها شوي شوي لأنه أوقات حسب ما يكون مطحون الطحين حسب نسبة الرطوبة بالجو بياخد معنا ماي جيبي لي وعي تاني مثل هيك انا رخيه شوي لا منيحه صارت صمي لي نصهم نص الهولي نص المزيج نص الكميه ايه. تبع البيت هلا بشوف لايه لانه وحده هيك وحده هيك هلا على التقدير ما هيك شايف؟ نعم ما بيأثر نزلي خلص هلا هون حطي لي ملعقتين طحين وهونيك ملعقه ونص كورن فلور بهديك يعني نحن هلا عم نعمل حشوه حشوه حشوات نعم هلا هون ملعقتين طحين نعم اوكي ملعقه ونص كورن فلور هون بحبحين ايه هاي ملعقه وهاي نص اوكي خلص اوكي هلا هاي العجينه خلاص اعطيني ورقه نايلون من عندك نغطيها هالطحين يلي كانوا نحطهم هون وبحط هاي العجينه فيها جيب وعي تاني
هي الحليب كمان بدي اقسم، يعني الحليب عندي 3 ارباع الكبايه هون و3 ارباع الكبايه هون. بيكون 3 ارباع الكبايه 150 دسيلتر. اول مزيج ضيفي شوي صغيره، نشيل اللثه من دربنا. عم ساوي الحشوات، اول مزيج ضيفي شويه حليب فوقه، حركي رجع برجعه على النار، جيبيهم لعندي وكلهم سوا بنزلهم هون. نزليهم كلهم سوا بنزلهم هون، واكيد ضروري برش الحامض والفانيليا يلي حطيتهم، وبحركهم مع بعض. تاني مزيج، تاني حشوة، خليك والله بدي اخلق هيدا الشريط. يلا كمان بنزل فوق منهم شوية حليب. هلا شو عم تنشف بالتكنيك يعني؟ حشوات اوكي بس عم بتحط هون حليب لندوب الحشوات، وضروري في كتير ناس بالصيف بصير معهم تسمم من الاكلير او شو بيكونوا هالعملية. لا فرجيكي كيف شان بحطون هون، بكتروا طحين بيشدوا دغري بيشلون قبل ما يغلوا، بكون البيض فيه سلمونيلا، وكتير من البيض اوقات بكون فيه لوحده ما بيغلي ما بتموت، بتضل فيها على الشوب تتكاتر وبتعمل عملية سهل. هلا بنغليهم هون، جيبي لي هون لهون. هذا هالتكنيك هيك لازم نعمل، هالتكنيك حطيهم هون كمان بنحركهم ليغلوا، ممنوع شيلهم عن النار الا ما يغلي المزيجين. خلي الشريط معي. اوكي هدى نحرك ليغلي، بس يغلي بصير عندي المزيج معقم. هاي اول شيء معقم، وتاني شيء بيكون عقد واخذ ريحته بالتأكيد. هلا باول حشوه، بأول حشوة هون شوف شو رح اعمل. هلا شيف بليز فيك تشوف لي هون نوص النار، يلا نوص النار. ايه حركيهم حركيهم ما تخافي، سهلي شوي معك وهون حركي. جيبي لي هون فيها اول مزيج، اول كريمه غلت، شيل منها البخار هيك لخفف منها البخار، لانه بدي اشتغل فيها بسرعه ما بيسوى يكون فيها بخار انا عم اشتغل فيها، وبتنعم بالوقت زيته لاعرف انه منيحه ما بتقلب. شايفين كيفيه عم تاخذ بعضها، وهلا بنزلها. هيدي اول كريمه، اثنين صح، انتو بتختاروا بدكم اياه، انا عم اعلمكم على الصح، لو كانوا بحشوتين وثلاثة عم اعلمكم المزبوط. وتاني شيء اللي بيطلع معنا طيب وما بيضر، وبالوقت زيته بعدة نكهات مثلنا اليوم بدنا نعمل بالكاستر. هلا كمان حشوي هذا بنستعمل فيها لهي. كمان نفس الطريقة بخفف منها البخار، شايفين كيف؟ لأنه نزلتها وما حركتها بتطول لتبرد معي، لأنه كثير عم تغلي مع بعضها وسميكة الصوص. بهالعملية بكون أنا عم خفف البخار منها، بتصير تبرد معي بسرعة. بس أكيد بدنا نستعمل معدن ما بيتأثر بحرك الشريط، ما بيتأكسد مع الوعي، ما بيتجروح. نزلها وحده عاملينها بطحين، وحده عاملينها بكورن فلاور. Thank you.
هلا خلصوا. أول حشوة كل الناس بتعرفها، القلاد رواها، جوز ضيف عليها بيضة، منضيف عليها سكر، كل 200 جرام جوز بياخدوا 175 او 200 جرام سكر. حط معهم مظاهر، وهون بحط نقطتين مظاهر، وهون بحط نقطتين مظاهر. هلا اول حشوه هي هي، وخلطها مع بعضها، جيبي معك ليرات الذهب. فك السرة شايف؟ فكي فكي على السرة. حاطين التيتيون بخزنة. هاي أول حشوة. أوكي. هون. حضروا. شوفوا شوي. اليوم بدنا نغسل كثير. شو قلنا؟ بنحط شوية مي وصابون، نحن غسلناهم وبصابون. اعطيني إياهم. حطيتيهم أوكي. هون بتنقوا بدكم اياهم، فيكم تنقوا ليره اسمليه ذهب، فيكم تنقوا ربع ليره بيتقالوا 50 ليره، الشباب كلها طلعت ليره اسمليه، فيكم تنقوا الملك بسموه، في خصوصي منه بالمحلات الالعاب واللي بيبيعوا الشباب السوري، او 500 اللي بدكم اياه. بس بدنا دغري ننتبه قبل ما نحطها بالاكل، هون احنا صوبناهم، بنصوبنهم وبنرجع بنشطفهم بالماء نظيفي، وبعدين مننشفهم كمان. نشفي لي انتبهي لي على الليرات. نجي للحشوة تاني، هاي حشوة أولى. حشوة تاني مع الكريم، حط جوز from الكستنه، بفرم الكستنه مشويه بتكون الكستنه، وانتبهوا لما حدا يعلق الشفيه شوي انه جاليت دوروا مش بالكاستنا، بس انا عم علمكم صنف جديد، جاليت دوروا هاي، وجاليت دوروا تاني بطريقة تاني هاي مع الجوز والكريمة، وطريقة تالتي مع الكاستنا واللوز مع بعضه. بس شوف ما في شي منزل، في واحد اخترعه يعني. ايه بس نحن بنحب، انا معلم على طريقة التعليم انه بيكون في ناس مثلا معلمين وبقولوا تعلمنا بمدرسة فندقية اللي انا فيها، وطلعنا لبرا بالسوق واشتغلنا 20 سنة وما شفنا بالكاستن. انا وشو الشيف انطوان عم يدعي علينا؟ لا، عم نقول لهم بيصير، عم نعلمهم شيء جديد يعني. برجع بفرمهم هيك، ما بدها مكنه كاستا لانه قوام تستوي وطيبه. لا لا دغري على الحشوه نركب، خلص مشينا مشي. هلا فينا نعملها بكاستنا على الحل. انا حبيت اعطيكم طعمه مميزه لإلى زياده، ضيف بالاضافه للكستنا اللوز. برافو. لوز مقطع حطيهم، نخلطهم بملعقة. بس نشيلها ونشريط حرام. وبدي اضيف معهم رشة قرفة، يا لهو او لهو، يعني كمان بالجاليت دوروا ما بيحطوا قرفي، انا يا حط بوحده قرفي
بتقرفي كتير منيحة، بتعطي نكهة مميزة. لنفترض عم قول بلا تطلع شوي صغيرة نكهة زنخة، نكهة زنخة ما بيأثر خلاص. ساقتها القرفة بتشيلها نتفة صغيرة. يا حنبلش بالحشي. بنجيب هالقوالب وادي حشوة ترضع شوي. هاي خلاص اوكي، هي كلهم خلص الحشوات. رح ارجع عيد حشوة بجوز، بيض، سكر، مزهر. هاي حشوة هون رح نخلطهم شايفين. نعم جميلة بالملعقة، ملعقة لأنه بالشريط بشدوا. حشوة تاني نحمل فران. حشوة تاني منضيف جوز بس أقل الكمية، ضيف على حدا بيضة، كورن فلاور ملعقة كبيرة ونص، ملعقة أكل، سكر 3 ملاعق ونص، وبيطلع عندي حشوة. بس تبرد الحشوة. يعني نحن عملنا كريم باتيسير بالاول مثل الكريم باتيسير وبعدين زدنا عليه. مزبوط. جيب عجينة عنا اصلا برياني بدنا نكسر عنه للبرياني. في حدا كان مدام كرم طالب البرياني من قبل. تكرم عينا مدام كرم. قلنا الا لا. هالعجينة وهي عجينة برجع بقول يلي هني ولد مصلحة، عجينة بتنعمل بالبيتية للسرعة. هديلي شوي ويحلمهم كمان عليها بطريقة سريعة يعني القالب. هلا بالعرض هلا انا بدي اسويها اكبر من الآلة. هلا بتشوفوا لي بس شيل ايدك شوي. هنجيب أول آلة نعمل هايدي هيك أدبي شوي. نجي بننزل هايدي هيك
تحشيها هديك. شيل الورقة وما بدي قص العجينة لأنه بدي أعملكم طريقة بيتية، يعني بدي أعلمكم عشي سهل لإلكم بالبيت. هلا عادة بس يحطوا ليرة الذهب الإسملية الأصلية أو الملك أو قطعة معدنية مصوبنة ومنظفة، بحطوا فوق منها قطعة عجين مدورة مثلها، وبيعملوا على كل القالب. يعني أعطيني قطعة لا لا بدي إياها هيدي قطعة بنحطها هون، بيجوا شو يعملوا مشان ما يعرفوا وين، منقص قطعة عجين مدورة منحط وحدة هون، منرجع نعمل مثلها هون مثلها هون مثلها هون مثلها هون. لشو كل هالشغل؟ أنا أحطها هون خلي حدا يعرفها كأنه قبضاي. برجع بخلط هالحشوة نعملها هيك، شفتين اختفت. وهلا من لكم ليه بتنحط هاي؟ ليجي واحد شانس تنعمل على عيد الغطاس يلي بيطلع له هالقطعة المعدنية او ليرة الذهبية، شو بيصير ساعتها؟ بيكون شانسه منيح على هالسنة. انا رجعت عم برجع اقول عم بعملكم اياها على طريقة شو؟ السريعة البيتية هيك. خليها لقطة من هون. طب شاف بلكي اجا سكين على نص الليرة. ايه من شانس عم بيكون ما بيأثر. لا شو شانس بدها نعرف شو شانس؟ بتسيب على شو؟ بدك تزيحي السكينة شوي. بتزيحي انت يعني اللي عم بده يقطع هو من اهل البيت، هو حاطط الليرة، هو حاطط الليرة وين؟ نعملها هيك. عم بحكي برجع بيتي بالمطعم ما بيسووها هيك، بحطوا طبقتين دغري فوق، بس انا عم بحكي كبيتي. مفتوحة؟ انت هلا عم تشوفيها مفتوحة، بعد شوي مش رح تشوفيها مفتوحة. بعملها هيك. ناخذ اتصال. الو 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 بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا فيكي. معك تريز. كيفك يا ست تريز؟ الحمد لله، انت كيفك؟ منيح، طمنيني عنك. لا شيف انطوان بدي اقول لك الله يطول عمر هالتلفزيون ويطولنا عمرك، قديش عم بتفيدنا ببيوتنا نحن وقاعدين. تسلمي تسلمي. يعني شو هالاكل اللي عم تعمله وعم من بهالخبره؟ تسلمي بخاطرك. انا بس ما بدي شيء، بس اذا بتعد لي حشوه الطحين مع الجوز فيني ما احط بيضه؟ لا مع الجوزه بدك تحطي بيضه. بدي احط بيضه؟ ليش في مشكله للبيض حساسيه؟ لا ما يعني مع الجوز بالحشوه ما بدي احط بيضه فيني. ساعتها فيكي ما تحطي بيضه، ضيفي ارجعي ملعقه وربع طحين. طيب تكرمي. ميرسي شيف انطوان، طول عمرك انت والمحطه. تكرمي، ميرسي، تكرمي لإلك بخاطري. نجيب هيك عجيني وبرجع بقول طريقه بيتيه، عم علمكم شيء سهل يعني مش نقعد نشيل ونحط. هلا بنخبزها، بس نخبزها شو بيصير بالفرن؟ شو بنخبزها؟ بتحمر. نجي وبنقلبها صار الميل التحتاني شو؟ جالس. هلا بنظبطها على تاخذ شكل القالب. يلا سيري البيضة، كان في بيضة هون وين اختفت؟ هدى ناخذ كمان اتصال، سيري لي اياها ونخفقها. هيك هيك يا سي وراك اللي غميقة. الو الو مرحبا شيف انطوان. نعم. مرة عملت كفتة بالجبنة حطيت لها شرحات زيتون، ضروري ولا لا؟ مش ضروري. فيك مش ضروري، فيك تحط زيتون وفيك ما تحط. في ما تحط. طيب نعم. شكرا. هلا اذا حطيت في نكهة زير يعني في تغيير بالطعم شوي بس ما بيأثر. تكرم. يعني في حط زيتون. نعم فيك. شكرا.
بندهن وبايض. اه اوكي بالريشه بالفرشايه. بالفرشايه هنا هي الفرشايه، فقيها بالاول بالشوكه، هاي الشوكه. يلا نرجع نمد عجينه ثاني. فيكن كمان هيك تشتغلوا فيها، بتساعدوا الشوبك، عجينة ممتازة. ناخذ اتصال جديد. الو بونجور. بونجور كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ الحمد لله. انا من البقاع الغربي. يا اهلا وسهلا فيكي وكل اهل البقاع الغربي. وش فاطمة بغاش؟ ايه بخاطرك غرقة. بدك تعلمني على ملوخية. عن شو؟ ملوخية. على ملوخية. تكرمي، عندك ملوخية يابسة أو مجلدة؟ لا يابسة. يابسة، تكرم عيني. يا بس بسمعك حتى. ايه فرمطيها الملوخية قبل ما تيبسيها أو بعدها ورق؟ حطيها بالفرن. لا بعدها ورق. بعدها ورق، تكرم عيني. يلا اوكي باي. باي. بنمدها. تعي هدا هديل شوي ها. لنعمل حشوة تاني ونفوتها على الفرن. هلا رح نحط الكاستر دغري. يلا اعطيني قالب. في القالب اللي بدكم اياه فيكم تستعملوه، انا نقيت صغار. مهضومين اكيد، معقول جيب شيء مش مهضوم انا؟ بنحط هيدي عليها. هلا هون رح اشتغل بغير طريقه، يعني عم علمهم عده طرق للناس. شيلي لي هالمقطع الصغير من هون. هيدا يعني علمهم كيف يعملوا النص. شيل العجينة. هلا مسكين العجين زيته، شيل الزايد. يلا وين الحشوة؟ فيها كاستر. ايه بس قبل شوي شوف شو بدي اعمل. بيجي قطعة ونحط ليرة الذهب، لكنهم بيصدقونا. خبيها بالعجينة وفيها أعمل كذا عجين بس ما بتبين. نحط الحشوة. ولو شاف ليرة واحدة. ليرة بزمان. ليرة ليرة كهيني كل قالب ليرة. نحط ليرتين. تكرمي هلا بنجيب لك من البنك لاسحب. كل الحشوة؟ كلها كلها. لأنه هول هاي ليرة أنا بدله عليها لعباس. وقت بدي له إياها؟ بدي دله عليها. اه. هي قصة الشقفة. هلا بنحط لها غطا ملسي لي إياهم. بنحط غطا على وجهها وبنخبزها بقلب الفرن. ليش بينحط ليرة أو ملك؟ برجع بقول على عيد الغطاس عادة ناس بتساوي معكرون، ناس بتساوي مشبك، ناس عويمات، ناس زليبي، وناس بتساوي الجلات يلي هي دي طبقة الاستقراطية شوي أكتر. هي فرنساوية شايفة. مظبوط. كانوا يحطوا لها هالليرة أو أي شيء معدن، معناتها إنه بس يمرق المسيح بهالليلة ببارك هالعجينة وهالقطعة المعدنية يلي موجودة، وبيكون هالشخص حظه كتير سعيد يلي طلعت له لإلي. منجيب العجينة حطها فوقها
تكبسها هيك، يعني أول مرة طريقة، هاي طريقة، انتبهوا. كل مرة عم بعمل لكم وحدة الشكل ليصير عندكم أي معلومات زيادة بنسكرها وبنشيل عنا العجينة الزيادة. يلا دهني لي إياها بايض. وبنحطها بالفرن. هلا بنعمل القالب الثالث بس نتأكد هاو فاتوا على الفرن. هلا البيض شاف لا يعطيها لون احمر حلو. بنفوتها على الفرن. ومنتوقف مع محطة إعلانية وبنكون عم نساوي القالب الثالث. الحلقة الثالثة نتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان وعم نساوي الجلات دوروا. الطريقة الثالثة بنحط هاي العجينة، علمتكم أول وحدة كيف، هاي من قصة على قد القالب. ناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان، اهلين. اهلا فيك، كيفك؟ مين معنا؟ احلى شيف بالعالم لك حبيبي بطرس. كيفك يا بطرس؟ انا مشتاق لك. كيفك بقى الساعات؟ وصلوا على شكة؟ تمام وصلوا على شكة يعني؟ ساعات قاعد على الدفاية. والله سقعة مزبوط، سقعة مزبوط. الله يساعد هالناس اللي هن بجبال، بوجه لهم ألف تحية وإن شاء الله يكونوا دفيانين، هي أهم شيء، يكون متوفر عندهم الحطب والمزبوط للتدفئة. إي نعم. لأنه ببيروت وسقعة. إي نعم. قبل. ونحن على الساحل سقعة أكثر من فوق. لأنه في رطوبة، إيه في رطوبة. شو عجبتك الجلات دوروا خي بطرس؟ خي بطرس ذكرتني ايه؟ من 79 سنة هيدي الاكلة اكلها منيح يعني. عيل طلع لك وقت اللي رداها بولا حما ستي كانت تعملها. ايه شو مرة طلع لك الشمس لإلك؟ لا الحمد لله ما يطلع لي انا، يطلع لأخوتي. اه يطلعوا لأخوتك. يلا انتو اختك حيل واحد لك واني. ها شوف الليرة هلا يا حطة بطرس، ها يا حطة هون على الله على الله. يلا تبقى تعلقهم برا وتحط فيهم مصاري. ما هلا حاطين مصاري نحن، هيا حط فيها اثنين تكرم، هاي الليرة خصوصي لإلك. ها ايه والعزينة يعملوا فيها عويمات وهيدي اشبازي لك منها ودي الحلويات. مزبوط. والخمير الضل يعزوا فيها ايام زمان، يعزوا فيها ويروح على الفرن يخبزوا. ثانية بعد. ايه كمان نفس الشيء مزبوط، يحطوها العجينة بركة، يعملوها ببركة ومثل خميرة، يعني كل ما بدوا يعجنوا نعم يكونوا حاطينها بالطحين، يشيلوا شوي منها ويعجنوها. انا ولد يجوا جيراننا ياخذوا من الخميرة او البركة هيدي الله مطلع عليها. يلا حط الحشوة. ايه مزبوط. ان شاء الله يضل ينعاد عليك ايام عديده وسنين. والايه ان شاء الله بتضل تعمل هيك اكلات تيتذكروا العالم ايام جدودهم. مزبوط مزبوط. تسلم يا خي بطرس، نحن ميرسي على اتصالك الحلو. ممنونه كثير انت بخاطرك على الاكلات الحلوين. هاي الحشوه الثالثه شدت شوي اكثر الساعه. رح نشوف مقادير الجلات دوروا بثلاث حشوات عبر شاشة تلفزيون لبنان. Thank you.
هاي الطريقة الثالثة كمان سويناها، قصينا العجين شوي أعرض الثانية وسويناها كمان على القالب. هاي كمان بنفوتها على الفرن. يا جيبي جطين مدور نبلش نقلبهم. يلا اول واحد قرب يطلع. دائما الجاليت دوروا يلي عملناها اليوم عملت لكم اياها بحشوتين، حشوه يلي هي مع جوز الناس كلها بتعرفها، مع السكر، مع بيضه، شويه فانيليا، شويه برش حامض، شويه مظهر، هي حشوه بقلبها. ثاني سوينا كريم لها تطلع رخصه يلي هي من ميل 3 ارباع كبايه حليب 150 دسيلتر، ميل ثاني بيضه 3 ملاعق ونص كبار سكر، ملعقة ونص كورن فلاور أو نشاء الذرة، شوية فانيليا، شوية برش حامض، بس يغلي الحليب، نزل نصهم عليهم بحركهم، رجعهم كلهم عليا بحركهم لتغلوا، برجع بشيل منهم البخار وبسكبهم بوعي ليبردوا بسرعة، بحشي بخلط مع جوز، كمان صارت حشوة. الحشوة الجديدة اللي عملت لكم إياها ولأول مرة تنعمل عبر تاريخ الجاليت دوروا، عملتها بالكستنة مع اللوز، هي كستنة أربع خمس حبات بنشويهم بفرمهم من بعد ما ينشووا، ضيف معهم لوز، ضيف معهم كمان من هالكريمة يلي حطيتها عليهم، هي بيضة كمان نفس الشيء 150 دسيلتر حليب، حطيت معهم ملعقتين كبار طحين وشوية فانيليا وشوية برش حامض، كمان بس يغلي الحليب شوي بشيله عليهم، وضروري ضروري ضروري ثلاث مرات بقول لازم تغلي على النار هالصلصة. من بعد ما تغلي بشيلها، بشيل منها البخار، بخلطها مع الكستنة ومع اللوز، مديت العجينة بثلاث طرق، وهي العجينة برجع بقول منا عجينة الجاليت دوروا، عجينة الجاليت دوروا الأساسية بيستعملوها من عجينة الميلفوي أو الباستري شيف، ولكن أنا بعرف بدها وقت كتير وما بتتساوى معكم بالبيت وبدها وقت، والمرة ما إلها جديدتها اليوم، والمرة هي بتشتغل وبتروح على الشغل مثل عم ترجال تتعب، ما إلها جديد تساوي هيك عجينة، ومشان ما تشتري العجينة علمتكم على عجينة دغري بتطلع يلي العجينة يلي سويتها أنا لإلكم فيها. هذا أول قالب طلع، خلي لي مفتوح، حطه شوي هون، بجيب القالب يلي هو تحت، كمان بحطه بهي، هلا هذا القالب بدنا نقلبه، شوفوا شو بنعمل. هذا أول قالب جاليت دوروا طلع من تحت ميلس، وهذا القالب الثاني نخطه بهالشكل.
وهذا القالب الثاني والقالب الثالث يلي هو بعده عم ينشغل بقلب الفرن يحفرجيكم اياه نايرس بعده. هلا اكيد يحفروا شوي زياده بعد اكثر لانه الوقت هو دهمنا انه ب 50 دقيقه عم نساوي ثلاث انواع من القلب. ميرسي هدى. كان عندنا اليوم حلقتنا اليوم انتهت. عندنا اليوم الكاليت دو روا بثلاث عجين ثلاث طرق من الحشوات اللي قدمناها لكم. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان ونشوفكم بحلقات جديده. Exactly.